اهلا بحضراتكم من جديد، ونبدا مع بعض نشوف السوشيال ميديا وكتبت ازاي عن الاهلي في الساعات الاخيره، وازاي بيستعد لمواجهه الوداد المغربي يوم الاثنين اللي جاي. نبدا مع بعض ترند الاهلي، واول حاجه معايا التويته اللي كتبها النهارده بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب افريقي عن حكم المباراه فيكتور جوميز. يمكن التويته عملت صدى كبير جدا سواء في وسائل الاعلام المصريه او حتى المغربيه. طيب تعالوا نشوف مع بعض بيتسو موسيماني كتب ايه عبر حسابه الرسمي على تويتر بخصوص اختيار فيكتور جوميز لاداره نهائي دور الابطال. كتب: اعتدت على انتقاد جوميز لكنني من اشد المعجبين به وهو يعلم ذلك، واضاف: اقدر له الاحترام الذي يستحقه وهو حاليا الافضل في القاره. واتم: انتهيت حاليا من مشاهدة مباراة الوداد ضد بيترو أتلتيكو، المباراة اللي اتلعبت في كازابلانكا لقاء العودة واللي كان بيديرها فيكتور جوميز، وقال: رأيت الطريقة الجيدة التي أدار بها المباراة مثلما فعل في مباراة مصر والسنغال. طبعا يقصد مباراة مصر والسنغال اللي كانت في نهائي كأس الأمم الإفريقية. فيكتور جوميز في الفترات الأخيرة كان بيدير قمة المباريات، أدار نهائي كأس الأمم ما بين مصر والسنغال، وهيدير نهائي دوري ابطال افريقيا ما بين الاهلي والوداد، وده شيء كان متوقع على فكره، مش مفاجاه. انا على مستوى الشخصي قلت ده من اسبوعين بعد نهايه مباريات الاياب في الدور نصف النهائي، قلت فيكتور جوميز هو المرشح الاول لنهائي دوري ابطال افريقيا. وليه فيكتور جوميز كان بعيد السنوات الاخيره وابتدى يظهر للساحه في اخر سنه او سنتين؟ شوفوا كده اخر 6-7 سنين من اول 2013 لغايه 2021 او 2020، مين اللي كان بيدير دايما نهائيات دوري ابطال افريقيا؟ بعد نهايه عصر احمد ابتدى يدير نهائي دوري ابطال افريقيا حكام متميزين بالفعل وحكام صفوه رقم واحد: مصطفى غربال مباراه الاهلي والزمالك، الحكم البروندي الصاعد باسفيك نيدابيها اللي ادار مباراه الاهلي وكايزر تشيفز، وهذه المباراه القادمه مباراه الاهلي والوداد بيديرها فيكتور جوميز. اخر كاس امم ادار النهائي فيكتور جوميز، لكن ارجعوا قبل كده هتلاقوا بكاري جسامه أدار 3 نهائيات: 2013 مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس، أدار مباراة الأهلي والوداد 2017، أدار مباراة الترجي والوداد عام 2019. فبالتالي تواجد في أحداث كثيرة جدا الفترة الأخيرة، وكل عارف مشاكل بكاري جسامة ومشاكل أيضا مملكة سيما اللي كان موجود دايما في مباريات الذهاب للأدوار النهائية. إذن الاتحاد الإفريقي ابتدى يتجه إلى الحكام النخبة المصنفين اللي ما عندهمش اي مشاكل واي ازمات في الفتره السابقه. نتمنى ان فيكتور جوميز يكون بنفس هذه القدرات والمواصفات في النهائي القادم، ما تكونش فيه اي مشاكل او اخطاء تحكيميه. والنهارده بيتسو موسيماني القى الضوء على ان هو كان عنده قبل كده مشاكل مع فيكتور جوميز، وانتقد فيكتور جوميز في بعض المباريات اللي كان بيديرها في دوري جنوب افريقيا عندما كان يتولى او تولى بيتسو موسيماني وقتها فريق سان داونز. هو بيتكلم على الهيستوري، موسيماني بيتكلم عن التاريخ وعلاقته بفيكتور جوميز، كان دايما دائم الانتقاد ليه، لكن بيتكلم انه حاليا اصبح من الحكام المميزين، وده ظهر في مباراه مصر والسنغال وظهر في مباراه الوداد وبيترو أتلتيكو. اذا موسيماني عايز يوصل رساله ولكن للاعلام المغربي ان هناك كانت ازمه ما بينه وبين فيكتور جوميز، وان كان دائم الانتقاد ليه في فتره من الفترات. طيب نروح ل الخبر الثاني اللي معايا، وده من حساب دوري ابطال افريقيا، حساب الاتحاد الافريقي، وهي الصفحة المخصصة لمسابقات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. من خلال الحساب الرسمي على تويتر أيضا نشروا مقارنة ما بين محمد عبد المنعم وأشرف فداري، أداء قوي من المدافعين في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، من يكون الأكثر تأثيرا لصالح فريقه في النهائي المرتقب؟ طبعا أشرف داري موجود، لكن عبد المنعم مش مؤكد لسه إمكانية لحاقه بالمباراة النهائية. عموما عبد المنعم لعب 8 ماتشات، أشرف داري لعب 10 مباريات. عبد المنعم لعب 664 دقيقة، أشرف داري لعب 900 دقيقة. التاكلينج في استخلاص الكورة يعني، أو التاكلينج الأول عبد المنعم عمل 6 كرات وأشرف داري 9 كرات. في استخلاص الكورة عبد المنعم استخلص الكورة 18 مرة، أشرف داري 43 مرة. في البلوك عبد المنعم كان حائط صد 8 مرات، أشرف داري 10 مرات. وفي التداخلات على الكورة عبد المنعم كان 9 مرات وأشرف داري 16 مرة. طبعا واضح جدا ان الارقام كلها في صالح اشرف فداري، ولو جبنا نفس الارقام لنفس الصفحه في الاتحاد الافريقي وبيعمل مقارنه بين احمد رضا التكناوتي حارس فريق الوداد مع محمد الشناوي هتلاقي برضه ارقام التكناوتي اعلى، لكن في النهايه كلها ارقام، الملعب وضع تاني مختلف، والخبرات بالتاكيد هتفرق كتير جدا مع اللعيبه اللي موجوده
في هذه المباراة. كل ما نتمناه عبد المنعم يكون موجود، السولية، ديانج، فتحي، ياسر، كل اللعيبة اللي كانت مصابة تلحق إن شاء الله مباراة نهائي إفريقيا يوم الاثنين اللي جاي. نروح لحساب دوري أبطال إفريقيا أيضا، نفس الحساب على الموقع الرسمي أو من خلال أكاونت الرسمي على تويتر، أعلنوا عن الكرة الجديدة اللي هتتلعب بيها نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومكتوب عليها نهائي مرتقب، ننتظركم في كازابلانكا. قدامكم صورة من خلال الشركة الراعية المسؤولة عن الكرات والتيشيرتات الخاصة بالاتحاد الإفريقي، ودي الكرة اللي هتتلعب بيها نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالتأكيد نهائي مرتقب، وننتظركم في كازابلانكا. نتمنى أن يكون الجميع في الحدث، ويكون نهائي فير، في تكافؤ فرص، ويتطبق فيه المبدأ الأساسي للاتحاد الدولي فيفا، مبدأ الفير بلاي. كفى ما حدث من اختيار ملعب بطريقة بعيدة تماما عن الفير بلاي وتكافؤ الفرص، لكن نتمنى داخل الملعب يكون في فير بلاي وتكافؤ فرص، عشان النهائي على الأقل تكون صورته أفضل من الأحداث السابقة، وما تتكررش نفس مشاهد 30 مايو 2019. كلنا أنا فاكر التاريخ 30 مايو 2019 أحداث رادس ترجي والوداد. نتمنى 30 مايو 2022 ما تكونش نفس الأحداث، وتكون مباراة كبيرة، والاتحاد الإفريقي بالتأكيد بعد قراراته هيكون مسؤول مسؤولية كاملة عن الحدث بشكل عام أمام وسائل الإعلام العالمية. طيب بطولات، بيتكلم على أن الوداد كيف يستعد لمواجهة الأهلي. الحساب الرسمي لبطولات على تويتر واخد من موقع البطولة المغربي، وموقع البطولة احنا بنعتبره من أهم وأكبر المواقع في المغرب، طبعا مع كمان حساب أو صحيفة المنتخب المغربية، دايما بتبقى أخبارهم أقرب إلى الواقع، وبيكتبوا كل التفاصيل الخاصة باستعدادات الفرق المغربية. موقع البطولة كان اتكلم أن الوداد هيدخل معسكر تدريبي في معسكر محمد السادس أو مجمع محمد السادس، وده اللي قلته في الانترو، أن الفريق الوداد هيتمرن وهيعسكر في مقر الاتحاد المغربي، فندق المنتخبات الخاص بالاتحاد المغربي، وده مقره في الرباط، مدينة سلا في الرباط، بتبعد حوالي 180 كيلومتر عن كازابلانكا، فبالتالي هيكون في استعداد خاص هناك. الاتحاد المغربي موفر كل الإمكانيات من خلال مجمع محمد السادس لفريق الوداد، فندق إقامة، ملاعب تدريب، جيمانيزيوم، ساونا، كل التفاصيل المتعلقة بالاستعدادات كلها الاتحاد المغربي موفرها لفريق الوداد قبل مباراته مع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. طيب آخر حاجة معايا، الصفحة الرسمية للوطن الرياضي بتغرد في اتجاه آخر تماما بعيد عن نهائي دوري أبطال إفريقيا، بيتكلموا على أن محمد الشناوي بيحسم عرض النصر السعودي من خلال وعد بزيادة الراتب والمكافآت. الفكرة أن مصدر مقرب من محمد الشناوي في تصريحات للوطن، وده على عهدة الزملاء في الوطن سبورت، بيقولوا أن حارس منتخب مصر والأهلي محمد الشناوي يرفض الحديث في ملف رحيله عن صفوف الأهلي نهائيا، ويركز حاليا مع الفريق اللي بيستعد لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا. الشناوي تلقى عدد من العروض، كان أحدها من النصر السعودي، وده عرض بنتكلم فيه بقالنا أكتر من سنة، لكن مفيش حاجة رسمي، إلا أن مسؤول الأهلي عقدوا جلسة مع الحارس، وقرر حارس المرمى الشناوي غلق الملف نهائيا بعدما حصل على وعد بزيادة الراتب والمكافآت. لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، الشناوي مكمل في الأهلي، وكل ما يكتب بخصوص هذه العروض مجرد اجتهادات، لأن لا في عروض رسمية ولا في مناقشات، ولا ده توقيت أصلا أن عرض زي ده الناس تناقشه أو تتكلم فيه أو الشناوي يفكر فيه، لا في انتقالات ولا بعد نهاية إفريقيا ممكن الشناوي ينتقل لأي مكان، لأن الموسم لسه ينتهي يوم 30/8. دي أبرز الأخبار والداتا اللي موجودة من خلال صفحات السوشيال ميديا. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونشوف مع بعض باقي فقرات برنامج الترند.